أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه بعد مراجعة شاملة أطلقتها لتدقيق البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية منذ اكتشافه عام 2012 حتى اليوم، تبين أن عدد الإصابات هو 688، توفي منهم 282. كما أشار تقرير من الوزارة أن الحالات التي تتم معالجتها حاليا هي 53، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء هي 353 حالة. معي عبر الهاتف من الرياض وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه. أهلا بك معنا معالي الوزير المكلف إلى نشرة الرابعة. ماذا يتضمن أو ما هي أهم الأمور التي يتضمنها إعلانكم هذا اليوم بخصوص حالات كورونا؟ في الحقيقة إعلان مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة كان مبني على أننا قمنا بمراجعة دقيقة للبيانات المتعلقة بمرضى فيروس كورونا في الفترة الماضية، والتحقق من مجموعة البيانات التي تم الإعلان عنها وتدقيقها بشكل تفصيلي، ومراجعة كل المعلومات التي وردت للوزارة على الفترة الماضية ومراجعتها للتأكد من أنه ليس هناك حالة لم يتم متابعتها والتحقق مما حصل لها، سواء كانت شفيت بشكل تام أو لا تزال تخضع للعلاج أو كانت توفت. وأثرت نتائج المراجعات ما ذكرتيه من أن هناك عدد من الحالات لم يكن قد سبق الإعلان عنها وتم إعلانها في بعض الحالات التي هناك تفاصيل تم تدقيقها، فالمعلومات الآن معلومات دقيقة، وهذا من مبدأ ما أعلننا عنه سابقا في الوزارة بالتزامنا بمبدأ الشفافية التام، وإعلان أي تفاصيل جديدة ترد للوزارة. الحمد لله كما شاهدتم في الخمسة أسابيع الماضية تم انخفاض في عدد الإصابات الجديدة والمسجلة، كانت في المتوسط في الفترة الماضية عدد الحالات التي يتم تسجيلها أسبوعيا تبلغ حوالي 108 حالة جديدة كل أسبوع، انخفضت في الأسبوع الماضي إلى 28 حالة جديدة فقط، وهذا يعني أن تقريبا متوسط عدد الحالات التي تم تسجيلها في الخمسة الأسابيع الماضية انخفض حتى الآن إلى بواقع 80% مما كان عليه قبل خمسة أسابيع. طيب، معدل الإصابة انخفض، لكن من خلال الأرقام التي قمتم بإعلانها وعرضناها قبل قليل واضح أنه عدد الإصابات أصلا هو أكثر مما نتوقع، أليس كذلك؟ أي طبعا، هذا هو الهدف من المراجعات، كان هذه المراجعات التحقق من أن كل الإصابات حتى التي لم تكن مسجلة سابقا في وزارة الصحة وكانت مسجلة في مراكز أو مستشفيات خارج منظومة وزارة الصحة تم تقصيها وتم إضافتها. البيانات التي كانت هناك في بعض الفروقات فيها نتيجة أن نتائج التحاليل كانت إيجابية في مواقع وسلبية في مواقع أخرى تم التحقق وتدقيقها وتم إضافتها. الآن نستطيع أن نتحدث أن لدينا قائمة واضحة دقيقة فيها كل التفاصيل، تم تصحيح أي معلومات كان فيها نقص أو كان فيها زيادة، وهذا هو السجل الواضح النهائي، ليس فقط عما تم في الأسبوع الماضي أو الذي سبقه، ولكن منذ بداية استقصاء موضوع فيروس كورونا من عام 2012. استغرق مركز القيادة والتحكم الجديد الذي أنشأته الوزارة بعض الوقت للقيام بهذا التدقيق، والأهم من ذلك أننا الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة، تم الانتهاء من وضع
اللمسات الأخيرة والمراجعات الأخيرة على النظام الآلي الذي سيتم البدء في الالتزام به خلال أسبوعين من تاريخه، وستنتهي فترة التعامل الورقي مع تسجيل هذه الحالات الذي قد يتضمن على بعض الأخطاء أو بعض الأمور التي تحتاج إلى تدقيق. هل كان متعمد هذا الأمر؟ الاختلاف بهذه الأرقام وعدم دقتها، هل كان متعمد من الوزارة مبدأ البعد عن الشفافية مثلا، أم هو خطأ غير مقصود؟ لا، حقيقة لسنا في مجال الحكم على النوايا والتعمد أو غير التعمد. الحقيقة أن الأرقام كما ذكرت احتوت بعض الحالات التي تم فيها عدم تسجيل بعض الحالات، ولكن في حالات أخرى كذلك تم تصحيح بعض الحالات التي تم تكرار تسجيلها، وهي كان يجب أن يتم حذف هذا التكرار. فنحن نتحدث عن بعض الأخطاء التي تم تصحيحها. الأهم من ذلك هو الآن إننا قمنا بضبط إجراءات دقيقة تضمن أن لا تتكرر هذه الأخطاء، أن يتم التسجيل بشكل دقيق، أن يتم التنسيق مع كل القطاعات الصحية ومقدمات الخدمة الأخرى لكي يتم التسجيل المركزي بشكل دقيق. بالأمس تم التواصل في عملية من عمليات ضبط الجودة مع أكثر من 50 مستشفى لمرحلة التثبت وإعادة التحقق من أن طريقة تجميع المعلومات وتدقيقها وتسجيلها على كل حالة من هذه الحالات يتم تسجيل 25 معلومة تقريبا أو أكثر قليلا، يتم فيها رصد معلومات دقيقة عن كل حالة، وثم يتم متابعة هذه المعلومات للاستفادة منها في أغراض البحث. والآن كذلك لدينا في مركز القيادة والتحكم مندوبين كذلك من منظمة الصحة العالمية يشاركون معنا في التدقيق وفي المتابعة التزاما بمبدأ الشفافية الذي أمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين. يتم مشاركة المعلومات هذه كذلك لمشرفين من الجامعات. لدينا المجلس الاستشاري الطبي يتابع هذا الرصد ويستفيد من هذه المعلومات ليستفيد منها في تطوير الأبحاث. نعم. والتعجيل بالفهم الدقيق لهذا التحدي. جيد، هل يمكن أن نقول أن الوضع الصحي الراهن بات تحت السيطرة؟ في الحقيقة نحن الذي نستطيع أن نقوله أن هناك انخفاض بمعدل 80% عما كان الحال عليه في المتوسط قبل 5 أسابيع. نحن سنستمر في أخذ أقصى حالات الحذر والترقب، ولن نهدأ ونقول أن الأمور استقرت إلا بعد أن يختفي تسجيل أي حالات لفترة مجموعة كبيرة من الأسابيع المتتالية. تم إنشاء مركز القيادة والتحكم ليكون هناك عمل مؤسسي مستمر ولا يكون هناك رد فعل فقط لظهور بعض الحالات. وهذه المؤسساتية في العمل وهذه المنهجية هي التي ستظل تحكم تحركات الوزارة إن شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك معنا من الرياض، وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه.